يسعد صباحكم طلاب الصف الرابع، وأهلا وسهلا فيكم في مادة التربية المهنية. اليوم يا رابع راح نبلش معكم وحدة جديدة في مادة التربية المهنية اللي هي وحدة الحيوانات المنزلية. راح نتحدث في أول درس عنها عن الطيور المنزلية المنتجة. جيب كتابك يا رابع وافتحوا معي صفحة 22. خلنا نبلش بشرح الدرس. هلا بحكي لك الطيور المنزلية منتجة، من اسمها منزلي اللي مربيها وين يا رابع؟ بالمنازل. ومنتجة يعني تعطينا أشياء نستفيد منها في أشياء. هلا بحكي لك يعد الدجاج من أهم الطيور اللي تتربى في المنازل والمزارع. إذا أهم الطيور المنزلية المنتجة مين هو يا رابع؟ الدجاج. هلا شو بيستفيدوا منه؟ بيض ولحم. مش احنا ناخذ الدجاج بيض ولحم؟ اذا هاي الاستفاده او الاشياء اللي بزودنا فيها مين؟ الدجاج يا رابع. ويسن في تحسين دخلها. دخلها يعني عن طريق بيعها، عن طريق بيعها يا رابع. انا لما ببيع الدجاج او ببيع البيض طبعا مش انا بدي يصير في عندي دخل، اذا عن طريق بيع البيض او الدجاج بصير عندي دخل الي. هلا بحكي لك في عنا انواع من الدجاج. في عنا ايش اسمه؟ دجاج بلدي. الدجاج البلدي هو كتير منتشر او متواجد عنا في المملكة الاردنية الهاشمية، عنا في الاردن. ليش؟ لانه هو له مقدرة على انه يعيش في ظروفنا البيئية ومقاومته للامراض. هلأ هذا بيعتمد على الأشياء الموجودة عندنا في المنزل أو الأشياء العضوية المنزلية، يعني بيعتمد على أكل النباتات، ما بده أكل خصوصي له. إذا الدجاج البلدي هو أكثر دجاج موجود عندنا في الأردن، وهذا بتعيش لنا بالأردن نتيجة أنه بيقدر أنه يعيش في الظروف القاسية وأن مقاومته للأمراض، وأنه بيعتمد في غذائه على المخلفات العضوية النباتية، يعتمد بغذائه على المخلفات العضوية النباتية. هلأ الدجاج البلدي دائما أسعاره مالها مرتفعة، أسعاره مرتفعة إن كان كجاج اللي مشتريه أو البيض تبعه. إذا الدجاج البلدي دائما غالي يا رابع، إن كان البيض تبعه أو اللحم اللي بنشتري. طيب هلا في شو فوائد تربية الدجاج البلدي؟ انا لو ربيته شو راح يصير؟ راح يصير في عندي منتجات رئيسية ومنتجات ثانوية. المنتجات الرئيسية انا راح استفيد منه بانتاج اللحم وافراخ الدجاج والبيض، يعني راح يصير عندي لحم وصيصان وبيض لو انا ربيت دجاج بلدي ببيتي. طيب شو المنتجات الثانوية؟ الريش وزرق الطيور. ريش وزرق الطيور. الريش اللي هم بيستفيدوا مثلا بيصنعوا منه المخدات، وممكن يستخدموه في صناعة أشكال أو أشياء للزينة يا رابع. أما زرق الطيور فهي مخلفات الطيور أو المخرجات تبعتها، مخلفاتها أو المخرجات تبعتها. إذا أنا الأشياء الأساسية بستفيدها من الدجاج أو تربية الدجاج البلدي لحم والفراخ اللي هي الصيصان يا رابع والبيض. ثاني إيش الأشياء الثانوية ممكن أستفيدها من الدجاج اللي هو الريش وزرق الطيور. الريش حكيت لك نستفيده في صنع الوسائد أو في صناعات أخرى، وزرق الطيور اللي مخلفاتها بنستفيد منها كسماد. الأغلب الحيوانات بياخدوا الزرق تبعها بيستخدموه كسماد. هلا بحكي لك شو أنا أشياء بتلزمني عشان أربي دجاج بلدي في بيتي أو عندي. أول شيء البيوت أو المساكن تبعتها لازم يكون في عندي بيت أو مسكن مخصص للدجاج البلدي. بتكون بيوت صغيرة زي هيك مصنوعة من الطوب والإسمنت، وسقفها بنغطيه بلوح المعدن اللي هو الزينكو، إذا بتعرفوه يا رابع، اللوح المعدني واللي هو الزينكو. وكمان لازم يكون عندي الصاج اللي بيكون مخصص للعلف وأشياء مخصصة للماء، ودائما أن يكون ما في شقوق بس في فتحات زي شبابيك أو فتحات بالحيطان لتعمل على التهوية وإخراج الرائحة الكريهة. إذا هاي ميزات بيته، يكون مسكن من فوق بإشي معدني، وأنه بيكون الجدران تبعته طوب وإسمنت، وأنه ما يكون فيها تشققات، ويكون في عندي شبابيك أو فتحات للتهوية. هلا بحكي لك أنا كيف بدي أجهز بيت لتربية الدجاج البلدي. أول شيء الفرشة. شو يعني؟ أنه أحط نجارة خشب أو تبن على الأرض. الفرشة نشارة خشب أو تبن بحطهم على الأرض. بعدين في أماكن مخصصة تكون عندي الأعشاش، البيض بحطوا عليها القش عشان يبيضوا عليها، وتصنع من الأعشاش يا من الفخار يا من البلاستيك يا من المعدن. إذا تصنع أعشاش الدجاج البلدي يا أما من الفخار أو بلاستيك أو المعدن. هلا بحكي لك ثالث إشي بعد ما عملنا
زبطنا الأرض وحطينا لهم البيوت عشان أو اللي مسميها العش للدجاج. في إشي لازم يكون مشارب، هاي هي المشارب يا مس، هي عبارة عن أوعية خاصة بنحط فيها الماء ويتم ضخ الماء إليها، ولازم يعملوا على تنظيفها باستمرار. المعالف اللي زي عندك بالشكل هون، الشكل 2-5 صفحة 26، هاي هي مسميها المعالف اللي يتم فيها وضع الغذاء تبع الدجاج البلدي. هلأ هو على الأغلب بوكل حبوب وبقايا طعام، الدجاج البلدي بتغذى على الحبوب وبقايا الطعام، الدجاج البلدي يتغذى على الحبوب وبقايا الطعام. هلأ احنا من الطيور المربية ببيتنا زي هدول عندك بالصورة 2-6 صفحة 27، هاي بعض الطيور اللي بنربيها في المنازل. في عندك يا مس هلأ مجموعة أسئلة موجودة عندنا بصفحة 28 بتقوم بحلها يا رابع، ومنحلها إحنا سويا في المرة القادمة، لأنه هيك نكون نهينا درس اليوم. عرفنا شو هو الدجاج البلدي، وعرفنا أنه شو المكان لازم أخصص لتربية الدجاج البلدي، شو بيعتمد على غذاء الدجاج البلدي، وأنه أنا شو بستفيد منه أشياء أساسية وأشياء ثانوية. ويعطيكم العافية.